السلام عليكم، معكم أكمل. النهاردة في حلقة جديدة. طبعا النهاردة أنا حبيت أنزل باد بيجيز يا شباب، فدلوقتي هعرفكم ازاي تجيبوا 1000 قطعة حديدية. شكرا. وصل المقطع اللي فات 5 لايك، واحنا وصل 3 مشترك، فشكرا. فأولا هتيجوا تشتروا دهيت، شايفينها دهيت، أو تجمعوها 2400. تجيبوا 2400 اهم، 2400 شباب. بعديها نبدأ بقى من هنا. النهاردة مش هفتح فيس كام عشان اعرفكم كل حاجة. هنخش هنا. انا طبعا كان بداية هصفر بتوعي. ما تصفروش، بس هتعملوا كده بال2400، هتعملوا كده تصرفوا، وبعديها هتعملوا كده تصرفوا للتلات نجوم وتاخدوهم. بعديها تروحوا يا شباب تفتحوا صناديق بالكوينات دي. انا عندي صناديق، نفضل نفتح نفتح نفتح، وان شاء الله يجيلكوا 1000 قطعة بنجاح. زي ده هيجيلنا قطع، ولو برضو تاخدوا الصندوق اللي بالفيديو هنا اهو شايفينه، وعديها هنا تفضلوا تفتحوا بقى. وتقريبا محتاجين فلوس اكتر، تقريبا هجرب احاول اجيبهم ارجع لكم. صدفة جميلة جات لي صندوق ابو 24 ساعة يا شباب. فدلوقتي هنفتحه. عندي 1000 كوين بالظبط. واو، عندي ليه كنت عايزه يجيب لي قطع. ماشي، جبت دلوقتي 500، فاضل لي 500 تانية. يلا، واخر صندوق يا شباب. دلوقتي بقى هنفتحه معاكو. 120، شوفوا فوق كمات 936 قطع حديدية. وات، هيبقوا كام؟ قريبة من 1000 يا شباب. فنعمل ايه؟ ما جاتش 1000. خلينا ناخد الصندوق اللي بالفيديو ونشوف هيطلع لي. اهو الصندوق، يمكن يجي لنا 1000 بقى. لا يا شباب، والله فاضل حبة صغيرين. يجيب مثلا مني، خلينا نروح ناكل الملك، واثق في الملك انا. وات، اداني من اول واحدة. بس اكلت كل الاكل بقى. لا يا شباب، شباب مش راضي. النهاردة جيب الألف، جاب لي كوين وجاب ليش بتاعت الألف يا شباب. الله يرضيكم انتو. فضل 2 يا شباب. ألف واحدة يا شباب. فك يا شباب، احنا وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى عجبكم، واذا عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وتشتركن. وبس، مع السلامة.